بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تضامن لأقباط فرنسا لمناسبة عيد القيامة المجيد. ونقل سفير مصر لدى فرنسا السفير إيهاب بدوي رسالة الرئيس السيسي خلال حضوره قداس العيد بالكنيسة القبطية بالضاحية البارزية. في كلمة له تقدم بدوي بخالص التعازي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالأسكندرية. وأكد السفير بدوي جهود مصر المبذولة لمواجهة الإرهاب والقصاص من القتلى المنفذين لهذين الاعتداءين.